اهلا بيكي، الله يبارك فيك يا رب. سعيده ممرضه وهي شخصيه عمليه كده وكفاحيه وشايله مسؤوليه اهلها وكده، فبس في نفس الوقت انا بشوفها ان هي لطيفه كده وفرفوشه وبتحب تغني بتاع. المفروض بتقابل الاستاذ خالد، هي اللي بتكون مشرفه عليه في المستشفى لما بيتعب بس، وبتبدأ كمان تتنقل معاه البيت، فبيبقى فيه علاقة كده حلوة، وهو دم وشربات أصلا، فالموضوع بيروح في حتة حلوة قوي. أوكي. ليه بتقولي إن الحب شدة تقيلة عندك؟ عشان اللي بيبقى عنده مسؤولية تقيلة قوي بيبقى عارفة اللي هو إيه، في الأول كده بتحسي بتهيالي إنه رفاهية بالنسبة لك، فاهمة؟ فاللي هو مش وقته، مفيش وقت، مفيش طاقة لمسؤولية تانية جديدة. بس هي لما قابلت ده بجد عملته يعني، دخلت في العلاقة. وقعت في حب مين بقى؟ في خالد عريش. اللي هو السبب بتاع أستاذ خالد. أيوه. أوكي. طيب قول لنا في الفيلم هتغني؟ وظفنا الغنى بتاعتك ولا يعني حته صغيره كده؟ حسام الله يكرمه قال لازم نحط حته كده صغيره، ف وبعدين هو استاذ خالد عمال يغني، فطبيعي بنغني معاه في الفيلم يعني. في المستشفى وفي البيت كده بندندن كده مع بعض. طب وفي الحقيقه برضه الغنى بقى؟ في الحقيقه انا موجوده بعمل حفلات في الاوبرا احيانا، يبقى لي فتره اغلب حفلاتي في الاوبرا، بس ببقى موجوده يعني لو في حاجه فيها غنى بعملها. والفرقه؟ الفرقه دلوقتي بقيت انا بس يعني عامله فرقه لوحدي، لانه فرقتي اللي انا كنت معاهم حبايبنا كل واحد سافر في حته وبقيت وحيده بس. فاحيانا بعمل بقى كده، بعمل ورش لبنات، كانت اخر ورشه في الجزويت في المنيا، احيانا في اسكندريه كده. اوكي. طيب وميدو عيل مفيش حاجه عليكم؟ لا. ليه؟ مش عارفه يعني الكومبينه دي عيله فنيه. انا طلعتهم معايا في حفله يعني، ده اللي قدرت عليه، ان انا جريتهم واخواتي شالتني طبعا. ايه يعني، هم مقتنعين هم مش بيغنوا برغم كل اللي عملوه ده هو حنان، فانا جريتهم كده معايا في حفله في الاوبرا وغنينا اغنيه مع بعض. كانت مربعات ابن عروس وكانوا هايصين جدا. بس لكن فكره انه نشتغل مع بعض، احنا كنا عاملين مسلسل مع بعض بس هي بالصدفه يعني، احنا مش بيبقى بايدك انك تختاري ده. كمسلسل ايام اتجمعنا فيه احنا الثلاثه بس برضو بالصدفه البحته، ما حدش فينا كان يعرف ان هو رايح المسلسل. تقريبا اول واحده مضت عليه كانت حنان. فالفكره انه مش يعني عارفه، في حاجات مش باختيارك يعني، يا جماعه شغلونا مع بعض احنا موافقين تمام. بس اشتغلنا مع بعض في المسرح طبعا كتير. كتير يعني. طيب يعني احنا دايما بنشوف انه مش مقتنعين هم مطربين، وهو بيستوعب. والله مش عارفه ليه. قال قبل كده ان هو ما بيحبش يوظفه حتى في التمثيل بتاعه. بتشوفي الموضوع ازاي؟ يعني انت مؤيده في الراي ولا لا؟ طبعا. ما انا بقعد اقول له يعني بيغني، انتوا ايه رايكم؟ بيغني كويس، وحنان بتغني كويس. هم ما رأي يعني، مش عارفه. طب المشكله الاخيره بتاعت ميدو، قلت له ايه او عملت ايه؟ انا فاكره ان انت كنت نازل فايتر وعلى الفيسبوك ونازل بوست. بنزل راي الناس لكن رايي انا الشخصي ما يعني ما احبش اقوله دلوقتي. احنا اعتقد الناس كلها، احنا من واحنا صغيرين قوي في المجال احنا كمان، والحمد لله ناس كتير تعرفنا ويعرفوا محمد، وناس كتير معشرانا، فمش محتاجه اقول رايي. ناس كتير دخلت وقالت رايها وده يكفي يعني، كفايه قوي للناس قالوا. وصل الموضوع لفين دلوقتي؟ لسه في تحقيقات. عشان بس جت الموضوع بتاع الفن الاقصى، فالموضوع طبعا 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 هي فعلا الدنيا وقفت، حاجات كتير وقفت بسبب ده. لكن في الاخر الموضوع في التحقيق، والناس كلها مش محتاجه حد يقول لها حاجه. تقدري تمشي لوحدك؟ لا يعني جربت بس ما عرفتش. اوكي. ايه الحاجه او الشخص اللي ما تقدريش تعيشي من غيره؟ أمي وولادي طبعا. ربنا يحفظهم. احنا شفنا في البوسترز اللي نزلت الكلب. القمر قوي. انا ما قابلتوش على فكره، بس انا بحب الكلاب، عندي كلب لسه جاي من 3 ايام للمره الخامسه يجي كلاب ولادي جابوه، لا طبعا بحبهم. وقمر قوي انا مستنيه. لا طبعا يستاهل. ايوه طبعا. علشان يعني انه يبقى كائن ما عندوش القدرة والعقل بتاعك ده ويقدر يطلع منه حاجة زي كده وتقدري توظفيه ويبقى ده، مش أنا مستنية أتفرج عليه جدا. فلا طبعا. طيب قولي لنا، هل أنت
غير اللي تعيشها لوحدك، ايه الجديد بتاعك؟ جديد كتمثيل يعني في الميديا ما فيش لسه. عندي مسرح، بعمل بروفات مسرحية في مسرح الهناجر في الأبرا بس، وعندي حفلات بقى إن شاء الله في رمضان. لا ما دي تلتسي عشان هي لسه اسمها الأرتست. معايا هايدي عبد الخالق و عبد المنعم رياض، كاست بتاع أفراح القبة، مش كلنا بس يعني شوية صغيرين منه، فهم ممثلين جمال جدا، وإخراج محمد زكي. بس فيعني احنا لسه في البداية، انت عارفة المسرح بقى بيطول شوية. بس شكرا لك، كنت معانا مرسي جدا، المتشكرة ليك.